مساءكم خير. بعد أخبار كتير عن مستريحين كتير، هم بقوا مستريحين وتركوا المواطنين في حالة من الهلع والرعب والذعر والإفلاس. أنا بس عايزة أستأذن حضراتكم أنه في 20 دقيقة كده نركز مع بعض، وأنه في 20 دقيقة هنتكلم في السؤال الأهم والمنطقي واللي لازم نسأله، هو أنا لو معايا شوية فلوس، أيا كانت حجم شوية الفلوس دي، أستثمرها فين وإزاي؟ وأعرف منين الأماكن الآمنة؟ وفي وسط الأخبار الكتير المرعبة عن إن أنا لا أو محدش طلع فلوس دلوقتي، أستثمر ولا لأ؟ دي كلها أسئلة عندنا. وفي نفس الوقت في وسط الأخبار الكارثية عن ناس بتستغل رؤوس أموال بسيطة أو كبيرة عند الناس، وبتعمل حالات متكررة من النصب اللي إحنا مش فاهمين ده لسه إزاي بيحصل. ده السؤال الكبير في فقرتنا النهاردة. احنا متشرفين أنه معانا دكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء النور، ازي حضرتك؟ أهلا بك. والاستاذ مينا جمال، الباحث الاقتصادي والخبير الضريبي. اهلا بيك يا استاذ مينا. اهلا وسهلا بحضرتك. مهم قوي نسال في الضرايب دلوقتي. اه طبعا، في ناس هتقول لك بلاش ضرايب، احط فلوسي في البنك. هبدا معاك يا دكتور على طول. انه اذا كان احنا بنسمع الاخبار الكتير عن المستريح في المحافظات، ومعرفش ليه المحافظات تحديدا، واضح ان شكل الاستثمارات او يمكن ثقافتنا في الاستثمار لسه محتاجه تنضج. يعني يبقى في ناس معاها رؤوس اموال نقدر نقول صغيره متوسطه، هل اللي احنا بنسمعه ده حقيقي عن انه خطر جدا الاستثمار دلوقتي، ولا في طرق مشروعه نقدر نستثمر فيها الاموال ايا كان حجمها؟ اوكي، لما نيجي نتكلم في البدايه عن موضوع الاستثمار والطرق المشروعه، اولا احنا دلوقتي في وضع مش هنقول صعب، احنا بنمر بظروف استثنائيه بيمر بها العالم بشكل كبير جدا بسبب الأزمة وما حدث وتبعياتها والأزمات المتكررة ورا بعضيها الفترة اللي فاتت. طيب إحنا دلوقتي أي حد معاه فلوس محتاج يستثمر ولا يدخر؟ ده سؤال. لو هو محتاج يستثمر، حضرتك ممكن تتعامل مع البنوك. لا، هو محتاج يكسب، هو حضرتك اللي هتنصح. تمام، هترد عليه يقول لي ما البنوك ادخار، أقول له لا، أنت ممكن تستثمر برضو مع البنوك. طب تستثمر زي مع البنوك؟ حضرتك في حاجة اسمها صناديق الاستثمار، عندنا أكتر من 100 صندوق استثمار موجود جوه هنقول ايه السوق موجودين. طيب وليهم العديد من المواصفات، وعايز اقول كمان ان من ضمن المؤشرات عن صناديق الاستثمار كاستثمار هي حققت معدلات عائد تجاوزت معدلات العائد اللي موجوده في البنوك في 2021. حلو قوي. اما لما احنا دلوقتي جينا في الازمه الحاليه ومع ارتفاع معدلات التضخم، ابتدت ناس كتير قوي تقلق، وظهرت زي ما حضرتك قلتي ظاهره المستريح. طيب هو بس اللي بيستريح، كل الناس بعد كده بتتعب. طيب هو المستريح ليه؟ وحضرتك قلت في المحافظات مش في المدن. تمام، لان هناك احنا عندنا عايزين بس يبقى في حاله وعي اكتر في تثقيف مالي، ودي من ضمن الحاجات اللي بنجري او بنشتغل عليها في القطاع المصرفي. تثقيف مالي، عايزين الناس تبقى فاهمه يعني ايه بنكينج. ودايما بنقول ان اي استثمار بشكل عام في مخاطر، في ببساطه شديده مخاطر مدروسه مخاطر غير مدروسه. اللي بيحصل مع ظاهره المستريح دوت مخاطر غير مدروسه خالص. بالمره مفيش اي استثمار امن بشكل كبير ما عدا استثمار واحد بس، مش هيبقى استثمار، هيبقى ادخار مع البنوك بس. تمام، دلوقتي احنا عندنا في القطاع المصرفي 18%. 18% دي هي ببساطه شديده بتحقق لاي واحد حاليا في القطاع العائلي او اي حد معاه راس مال هنقول معدل عائد حقيقي. طب ايه الفرق بين معدل عائد حقيقي ومعدل عائد؟ يعني معدل عائد حقيقي ده 18% تشيل منها معدل التضخم اللي هو دلوقتي 13.1 وفقا للمعلن البنك المدرسي، يعني انت بتدقق لك 5%. طب هيتقلق قليل، هقول له حضرتك نرجع فلاش باك ورا صناديق الاستثمار. تمام، في صناديق الاستثمار لو رجعنا شويه بالهيستوري ورا، في 2017 كان عندنا معدل تضخم 32.9% وكان في شهادات 20%، يعني انت كنت بتاخد بتخسر. يعني زمان كنت بتخسر في فلوسك لما حتى بتحطها بالعائد، عشان كانت الاجراءات اللي بتحصل في الاصلاح الاقتصادي، والحمد لله احنا ابتدينا نخفض بمعدلات التضخم. احنا قفلنا 21 تحديدا، بنتكلم في معدل تضخم حوالي 4.5%. تمام، انا يعني حضرتك طبعا بتفك اشتباكات دلوقتي. تمام، صناديق الاستثمار وبسرعه كده، انا ما عنديش معلومه عنها. طب يعني انا ينفع اروح معايا 50,000، خليني اقول رقم كبير معقول، يعني 50,000 واقول للبنك انا عايز ادخر في صندوق استثمار بدون خبره سابقه؟ انا مش عارف. بدون خبره سابقه خالص، صندوق الاستثمار هو عباره عن بول، عباره عن كده محفظه بيتم تجميع الاموال فيها من خلال
البنك وبيبتدي يتعامل مع شركة متخصصة في الاستثمار في البورصة تقوم واخدة البول دوت وتبتدي تشتغل بيه في البورصة بخبرتها الكبيرة بشرط أنها تحدد أو تتعامل في معدلات عائد مقبولة. وعندنا حاجة دايما بس نوضح كده بس للناس حاجة اسمها ستوب لوس بوينت. يعني إيه؟ أنا لو ابتديت ستوب لوس بوينت يعني أنا الخسارة بتاعتي أو المخاطر بتاعتي المدروسة عند النقطة دي، لو لقيت إن أنا بقل عنها ستوب وبيع. بتحقق عائد تقريبا قد إيه؟ كام معدلات العائد اللي بتحققت في بتكلم في نهاية 21 إحنا كان عندنا معدلات العائد اللي موجودة في السوق بنتكلم في حدود 11% ده في البنوك. انما صناديق الاستثمار وصلت ل 18 و20% بمختلف انواعها. انما طبعا احنا في الظروف اللي احنا فيها او الازمه اللي استجدت فكان لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي ابتدت تتجه بقى ان انا بتعامل مع ظرف استثنائي، مش هينفع امشي بالاجراءات التقليديه او بعد ما وصلنا بخطه الاصلاح الاقتصادي ان احنا ابتدينا نقف شويه على رجلينا وعدينا ازمه زي كورونا. فجت الازمه الحاليه كان ابتدت الاجراءات اللي تتخذ برضو استثنائيه 18% علينا فايده عشان نبتدي نقلل شويه من معدلات التضخم، لان دي من الادوات بسعر الفايده عشان نوضح برضو اكتر من الادوات اللي بتعتمد عليها لجنه السياسات النقديه في هنقول بقى المصطلح الشهير كبح جماح التضخم نقلله شوية إلى جانب نزل شهادات 18% إلى جانب برضو كان في إجراء آخر وهو حوكمة عمليات الاستيراد من خلال مستندات التحصيل. إلى جانب بقى آخر حاجة بقى أنا هقولها اتفضلي التصنيع، عايزين ناس تصنع وده بقى مصانع. ده كان واضح جدا من القرارات اللي اتخذت إن إحنا كمان اتفتح في الاستيراد من مستندات التحصيل مستلزمات الإنتاج عشان نبوش أكتر في القطاع في الانتاج بقى. في الانتاج ده واحد. اثنين، في 450 مليار قدمت من القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص تحديدا عشان ايه ابتدي قطاع زراعي قطاع صناعي انشاءات مولات انتاج دجيني سمكي كل القطاعات دي الضخ فيها اموال عشان تبتدي تشتغل ومعدل عائد 8% فايده 8%. فتكلفه الاموال ما كانتش كبيره او تكلفه التمويل ما كانتش كبيره الاقتراض يعني تكلفه التمويل احنا دلوقتي المبادرات شغاله 8% معدل الفايده على الاقتراض المعلن من البنك المركزي 12.25 يعني بص الفرق قد ايه. طب دوت مين اللي بيتحمله؟ الدوله والبنك المركزي اللي عايزه تدعم ده. لا انا عايز اقول ان الفرق انت بتاخد قرض ب 8% واللي موجود في السوق 12.25 بالظبط. فبعنا كده ان البنك بيخسر؟ لا هو مش قصه خساره، هي يعني قصه دعم للقطاعات الاقتصاديه. ده من الناحيه النقديه. اما من الناحيه الماليه كان في برضو مجموعه من الاجراءات اللي تم اتخاذها منها طبعا في الضرايب اعفاء الضرايب. لا انا عايز اسال بالظبط انا عايز اسال استاذ مينا تحديدا كده لو انا عايزه عندي راس مال متوسط عايزه افتح مصنع السمعه دايما او الصوره الذهنيه انه ده صعب ده مكلف الاجراءات الماليه معقده، عندك راي تاني؟ طيب خليني في البدايه بس اشكر محافظ البنك المركزي ومعاونيه على الحكمه واللي هو بيتخذها في اتخاذ القرارات ورؤيته الاستباقيه في كل شيء. حضرتك دلوقتي لما سالت دكتور احمد في السؤال بتاعه احنا دلوقتي نعمل ايه؟ في فوائد 18% وفي في 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 اكتر يعني من انا سؤالي تحديدا احنا ممكن نسمي احط ده. الفلوس في البنك واكسب 18% من غير ما اتعب نفسي ولا اعمل مصنع وهقدر اكسب اكتر بكتير؟ لو احنا قلنا كده للساده المشاهدين احنا كده بنقول لهم اقفلوا المصانع كلها ويحطوا فلوسكم في البنك. لا طبعا ده مش هدف. هم كده البعض بقى احنا عايزين نقول مش هدف. الدوله عملت ايه؟ عملت جزئين، الجزء الاولاني لو انت انسانه موظفه او انسانه عاديه او انسانه ما عندكيش استثمار فبتقول لك تعالى حط 18% واكسب ومكسب مضمون معانا ونلم السيوله زي ما دكتور احمد تفضل وقال. طب انت حضرتك صاحبه مصنع صاحبه مشروع هتعملي ايه؟ هتمشي العماله وتقفلي؟ طبعا لا يا فندم الدوله وفرت لك حاجه قويه جدا هي مش من دلوقتي كمان من 2015 حاجه اسمها مبادرات البنك المركزي بفايده 5% للمشاريع الصغيره والمتوسطه. حلو. المبادرات دي وده احنا كنا لسه بنقول لحضرتك محافظ البنك المركزي كان له رؤيه من شهر واحد مش من دلوقتي بدا ينزل مشاريع خاصه لبعض الانشطه اللي احنا هنحتاجها. زي ايه؟ يعني مثلا واحد بنتكلم عن نشاط الملابس ده النشاط حاليا دلوقتي بيتمول من البنك الاهلي بالتحديد ب 5% على 5 سنين ليك اعفاء 6 شهور ما تدفعش ولا جنيه ولا فايده بدون ضامن بدون جيش بدون شهاده الجيش بدون مؤهل بدون رخصه يا دوبك بس بطاقه ضريبيه وتجيلك جاري ابسط الاشياء وان شاء الله يعني هي ده تسريع الاجراءات بنسرع الاجراءات وبنخفض من المستندات المطلوبه لمنح التمويل. يعني برضو معلش انا بعقب على حضرتك حتى برضو احد البنوك المصريه وبدون ذكر اسماء ابتدى يعمل حاجه اسمها كارد اكسبريس اونلاين تخش تشتغل وتتمم اجراءاتك وبتاخد مبالغ بتصل الى 5 مليون
فالفكره كلها في اجراءات بتتم من الجانب او الشق النقدي اللي هو بيتم من خلال البنوك في عمليات التمويل. ومن غير ما تروح كمان البنك. كله اونلاين. اونلاين وانت انت بتروح على العقد بس. اللاب او من على التليفون بتاع حضرتك تقدر تقدم على الكارد وينزل لك المعاينه وينزل لك الاستعلام في ظرف 5 ايام عمل. ده الدوله بتعمله ليه؟ زي ما الدكتور ما قال الفايده 18% والدوله هتديك ب 5%. فبتعمل ده كله علشان حضرتك تبدا تنتج فالانتاج يبدا يحصل تشبع في السوق بدل ما بنستورد. وبالعمله الصعبه نبدا نلاقي الوظائف موجوده. حلو. البطاله هتقل. حضرتك قلت قطاعات الملابس وايه كمان؟ لا يا فندم احنا بنتكلم في الملابس النسيج البلاستيك وكل انواعه من اول التدوير وده كان صعب يعني يتنوع اللي هو التدوير والمخلفات بدا المخلفات وارقام كبيره يعني احنا الاول يعني قبل 2022 كنا بنتكلم في 200,000 جنيه وصلت لغايه 750 ولو حضرتك معاك رخصه توصل ل 5 مليون و6 مليون والدكتور احمد عارف بالكلام ده ومش في بنك اهلي بس ده كل البنوك اللي تحت الاشراف البنك المركزي ان بتطبق المبادرات لان الفكره كلها والهدف من المبادرات وبرضه عايز اكد على نقطه مبادرات المشروعات الصغيره والمتوسطه البنك المركزي الزم البنوك ان تكون محفظه البنك 25% منها مشروعات صغيره ومتوسطه ده مش كل يعني ده اجباري وانت لو ما حققتش الغرض دوت يعني مش زي ما انا فاكر البنك هيدي قروض للكبار اصحاب المشاريع الكبيره مش كله بالعكس. مش كله ده البنك المركزي قال له انت لازم تشتغل كنا 20 قال لك لا من نهايه 22 تبقى 25% فالفكره كلها احنا بنعمل بوش للقطاعات كلها من خلال جزء التمويل. طب الجزء الثاني اللي احنا محتاجينه طبعا موضوع التراخيص والضرايب والحاجات الثانيه اللي بتحصل. فالفكره او الجزء اللي احنا بنتكلم عليه وهو المتعلق بالشق التمويلي ده البنوك بتقوم بيه ويعني مش عايز اقول لحضرتك حجم المحافظ اللي ابتدت تطلع للقطاع. لو بصينا مثلا احنا عندنا ودائع 6.5 تريليون نسبه التمويل للودائع كام؟ وصلت ل 48% يعني هنقول تقريبا نص الودائع بتاعه القطاع العائلي اللي هو هنقول الناس اللي هي في القطاع العائلي اغلبها ودائعها في البنوك بتستثمر في مشروعات وده كان ناتج طبعا لما حضرتك اوضحت للعماله احنا وصل معدل البطاله في نهايه في الربع الاخير اللي هو بنهايه 2021 لا 2022 الربع الاخير اللي هو في مارس 2022 7.2% احنا ايام ازمه كورونا كنا 9%. حلو. فابتدينا نقلل. فالفكره كلها هو مش تمويل وبس لا ده انا تمويل مع مصانع مع عماله مع اجزاء كتير احنا بنشتغل عليها عشان نبتدي نبص مش ان انا ببص المشروع بس لا ده انا المواطن ما هو كل ده في الاخر بينعكس على الاقتصاد على المواطن. وكمان برضو في نقطه مهمه حابب برضو اشير ليها احنا كان الهدف تاني عشان بس الناس بتقول الفايده زادت 2% فوق ال 18 لا صريحه كده انا بقولها دلوقتي وده الكلام ده اعلن امس بالزبط. 18% هي زي ما هي الناس التبس عليها الامر لما قلنا رفع سعر الفايده برضو رفع سعر الفايده ده هنوضح برضو ببساطه شديده احنا بنتكلم 12 بقينا 11 وربع و12 11 وربع للودائع و12 وربع للاقراض ده في البنوك كلها ما عدا البنكين الكبار عندهم الفايده بتاعه الودائع 18% مقارنه بالبنوك الثانيه اللي هم 36 بنك الباقيين اللي هي 11 وربع بلس طبعا الهامش. فطبعا هو لما يحط الهامش هيبتدي يغطي ال 13% اللي هي معدل التضخم فيحقق له على الاقل انه يحافظ على فيه. بس الفكره كلها في الازمه الحاليه دي لان كان واضح جدا جدا من منشور او التعليمات اللي صدرت بخصوص الفايده ما زال البنك المركزي يستهدف معدل تضخم 7% زائد ناقص 2 هترتفع معدلات التضخم هترتفع لغايه اخر 22 أوكي. بس بعد كده ترجع تنزل تاني يعني الاسعار متوقع انها تزيد لحد اخر 22 اخر 22 وفي ظل الازمه اللي احنا فيها طبعا ما هو ده ازمه عالميه العالم كله بيتكلم عن ده مش بس بيتكلم عن زياده الاسعار لكن بيتكلم عن نقص المنتجات وده الجزء الثاني تاني انا بس عايز ارجع لحضرتك تكمل لنا فكره ايه رفع الفايده اللي هو مش زياده الادخار او شهادات الاستثمار هو الفكره كلها احنا ليه رفعنا الفايده رفعنا الفايده تاني عشان نحسس او ندي المودعين معدل فايده يلاقي متوافق مع اسعار التضخم الحاليه طبعا الارتفاع ال 2% اللي حصل دوت كان ليه اسباب كتير تمام واحد احنا عندنا ازمه نقص او هنقول مش هنقول نقص هنقول ارتفاع اسعار المواد الطاقه والقمح تحديدا الى جانب طبعا التغيرات المناخيه اللي اثرت بالسلب على تباطؤ او هنقول المحاصيل الزراعيه وعلى راسها طبعا القمح فبالتالي احنا دلوقتي عايزين الهدف الرئيسي تاني بقى ببساطه شديده للجنه السياسات النقديه على المدى المتوسط الحفاظ على مستوى الاسعار وتخفيض او احتواء معدلات التضخم فاحنا على الفتره دي احنا بنحاول نتعامل مع الموقف
من خلال طبعا الاجراءات الاستباقيه اللي بتتم من البنك المركزي يقلل شويه معدل التضخم عشان بعد كده نرجع للمعدلات اللي احنا كنا فيها اساسا. فبالتالي ال 2% ديت مالهاش علاقه ب 18% خالص. 18% موجوده لسه في السوق لانها ملائمه للمؤشرات الموجوده حاليا والاوضاع الاقتصاديه، لان انا ما ينفعش اطلع اكتر من كده في الوقت ده، وارد يبقى في تغيير بعدين، بس الاوضاع الحاليه في المتغيرات الداخليه جوه وتاثر على ثبات سعر الدولار. ده احنا ده موضوع تاني بقى. احنا بنحافظ على اداء العمله بتاعتنا الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه وعلى رأسها الدولار. ليه؟ لان انا ببساطه شديده عشان برضو نقضي على هذه النقطه، احنا اول ما حصل اجتماع الفدرال الامريكي ابتدى كل الدولار هيوصل 20 وكلام كتير قوي كده، مش هنقول بقى يعني الكلام ده غير صحيح، لا هو اللي حصل ايه بعد ما خلصنا الناس العيد ونزل. ابتدى ينزل، نزل حوالي 20 قرش. طب يا جماعه اهو لا، وكمان التحسن ما بين 18.51 لا ده بقى 18.21 في الشراء، فبالتالي هو قال كام؟ اقصى سعر عالي بعد ما علينا الفايده 1% في 21 مارس وصل 18.51، ده نزل شويه بقى 18.21. فبالتالي ده يعكس ان الاجراء اللي كان متخذ من الاول والرفع اللي حصل كان مظبوط، كان احنا بنبص لقدام لان الازمه اساسا كلنا كنا متوقعين انها مدى قصير. بالزبط. انما بذكر البص لقدام بقى، اللي بيعمل مصنع ده الشخص اللي بيبص لقدام اكيد. طبعا. مش الشخص اللي بيرمي فلوسه عند واحد يقول له هكسبك 50%. اكيد رجال الصناعه في مصر الحقيقيين هم ناس عدت مصاعب وعدت ازمات اقتصاديه وعدت حاجات، وبالتاكيد القصه دي مغريه لناس كتير. طبعا. زي ما حضرتك بتقول يا استاذ مينا كده، في قطاعات فيها دعم حقيقي في الاجراءات وفي التسهيلات وفي القروض. ايه اقل مبلغ ممكن حد يبتدي بيه مصنع او ياسس مشروع صغير؟ اي ازمه على مر العصور ليها شق سلبي ولها شق ايجابي، ما فيش حاجه سلبي مطلقه، والانسان الذكي اللي يقدر يستخدم الايجابيات في وسط العتمه. فالفتره دي فتره زي ما هي سلبيه في ارتفاع الاسعار وارتفاع المواد الخام، هي فتره الى حد ما ايجابيه، وخصوصا البنوك المصريه فاتحه دراعاتها بكل الطرق تمول لكل المشاريع. فلو احنا بنتكلم مشروع اقل مشروع، لو بنتكلم مشروع ورشه حداده صغيره تقدر تاخد تمويل دلوقتي. حلو قوي. اقل تمويل بنتكلم فيه 200,000 جنيه على 5 سنين. حلو قوي. يجيب معدات، يكبر الورشه، يجيب عمال يساعدوه، ياخد اكتر. يعني كل ما هو البنك مش بيديك الكارد وبيسيبك، كل 6 شهور بينزل الاخبار عملت ايه؟ انا بديك كارد مش عشان تسده. انا بديك كارد عشان طبعا عشان تسده عشان تكبر المشروع. بالظبط. في حاله ان انت بتكبر المشروع كل 6 شهور انا ممكن اقدر اديك. وكان في مرونه في البنك المركزي، ما حددش بنك. يعني انت لو انت واخده بنك النهارده سي ال 200,000 انا بقول لك عليهم، ممكن تروح لبنك تاني تقدر تاخد تاني، وممكن تروح لثالث ورابع وفقا للحد الائتماني. بس ده وفقا لل ثانيه واحده هقف بس مع حضرتك هنا. انا ما بق... كل العملاء بس عشان نوضح الصوره، اي عميل بيتعامل مع القطاع المصرفي بيبقى عامل له حاجه اسمها سجل ائتماني. طبعا. بيبقى السجل الائتماني ده معروف وكلنا شايفينه في البنوك. لان احنا الفكره كلها انا مش هينفع اعدي العميل اكتر من المسموح بيه او الحد اللي انا اقدر اديهوله. ليه؟ عشان ما يحصلش تعثر، لان انا ببص لايه؟ كاش فلو ان واوت. ولو واخد قرض قبل كده وما سددتوش فبالتالي انا بتبلغ عنه العميل غير منتظم، وبالتالي ستوب معاه بقى. نبتدي نخش بقى في الاجراءات الثانيه، وبرده البنك المركزي في الموضوع معامله التعامل مع العملاء لما يتعثروا ابتدى يحط برده مجموعه من الضوابط والاجراءات عشان نخرج العملاء من عصرتهم عشان يرجع تاني. انا مش الهدف ان انا اقفله على فكره. انا الهدف ان انا اقف جنبك واساعدك، حتى لو هاجل لك شويه في الاستحقاقات، هاجل لك شويه، هنظبط شويه في المسددات بتاعتك، او نعمل ريسكادولينج، نعمل اعاده جدوله تاني. بس الفكره كلها انك ترجع تشتغل، عشان انا مش من مصلحتي ان انا اوقفك، انا عايز فلوسي. استكمالا لكلام حضرتك يا دكتور، هو زي ما بنقول هو الهدف ان انا مش بديك كارد واكسب من وراه ده. انا بديك كارد ب 5% وانا اصلا بدي الناس، يعني المفروض بدي الناس 18%، يعني في فرق كبير جدا ما بين ده وبين ده. الهدف الرئيسي اللي انت تشتغل وتوفر عماله وتبدا تنتج، وزائد تسدد القرض. بس رقم واحد الانتاج، فالانتاج ده هو مصدر الحياه. بالتاكيد احنا ده املنا الكبير، واملنا مش بس الكلام الجميل والمشجع اللي حضراتكم بتقولوه عن انه في طرق كتيره للاستثمار، لكن املنا كمان في جزء تاني احنا مسؤولين اننا نوعي بيه ونتكلم عنه. هو الوعي اصلا بفكره اني استثمر فلوسي مش اني احطها عند حد. انا هقف عند جمله بس لازم حضرتك تعلق لي عليها واستاذ مينا كمان. فكره انه لو انا بدي لحد في شبهه حاجه غير شرعيه
وانا بحلل لنفسي ده بفكره الثراء السريع، امتى حضرتك تنصح شخص معاه 100,000 جنيه تقول له ما تصدقش؟ ما تصدقش لو قال لك ايه؟ طيب هو اللي بيجي بيتكلم بيقول لحضرتك انا هديك فايده اعلى من البنك، هو استند على ايه اولا وهو بيقول له كده؟ دي اهم حاجه. طب حضرتك عارف مين اللي انت بتتعامل معاه؟ اغلب الناس ظاهره المسرح دي كلهم اتحبسوا. سمعنا عن الموضوع ده. طب حضرتك دلوقتي الوعي، احنا محتاجين تاني الوعي، احنا عندنا نسبه الشمول المالي، الناس اللي بتتعامل معاه بالمناسبه اتحبس عشان حرامي مش عشان هو خد فلوس من الناس. طبعا. هو اتحبس عشان هو اصلا حرامي. كان عليه قضايا يعني. ده بعيدا عن الشخص دوت، لا ده انا بتكلم على الظاهره عموما. الفكره كلها انت طبيعي تاني، مخاطر مدروسه، ادرس قبل ما تخش للراجل ده. انا مش بقول لك اعمل بقى دراسه جدوى وموضوع كبير، لا، حضرتك خبره او سابقه التعاملات بتاعت الراجل ده، فين مشروعاته اللي على ارض الواقع؟ ده انت محتاج تشوفه، ما لقيتش خلاص ما تتعاملش، ما تصدقش. واصلا هو غير شرعي اساسا، لان احنا في الوضع ده انت الراجل ده انت بتساعده على ان هو ايه، يضيع. هو شرعي وبيديني هياخد مني. لا معلش يا فندم، انت بتضيع جزء مهم كده. انا هنا هقف هنا في النقطه دي على حاجه قويه جدا. انت بتضيع جزء من الموارد او الحصيله الضريبيه اللي الدوله بتاخدها عشان تروح تعمل لك مشروعات طرق و و و والدعم اللي موجود في المبادرات الموجوده دي. فاحنا محتاجين الناس دي تبقى فاهمه الموضوع ده. مبادره حياه كريمه ايه؟ هصرف عليها منين؟ الفلوس بره القطاع المصرفي. يعني. مشكله القطاع الغير رسمي، احنا عندنا شمول مالي بنتكلم 56.2%. احنا كنا مقارنها ب 33%، بس وصلنا ل 56، محتاجين نزود ده اكتر. وده اللي بيحصل فعلا من خلال حملات التوعيه، بيتفتح حسابات من غير فلوس، من غير مصاريف اداريه، من غير حد ادنى. فالفكره كلها لما هتزيد النسبه، لما نزيد نسبه الشمول المالي من خلال طبعا النقطه اللي هي التثقيف المالي، الناس تعرف اكتر والحملات والدعايه بتحصل. وده بقى وعد من حضرتك، من حضراتكم، انكم تكلمونا اكتر، تشرفونا اكتر، ونتكلم اكتر عن التثقيف المالي واحده واحده كده وخطوه. حاضر. خطوه. شكرا جزيلا استاذه مينا جمال، الباحث الاقتصادي والخبير الضريبي، نورتنا. شكرا جزيلا دكتور احمد شوقي، الخبير المصرفي. حاضر. عضو الهيئه الاستشاريه لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه. شكرا على التبسيط، انا شخصيا ما كنت فاهمه 2%، وقلت الدكتور احمد اشرحها لي على الهواء. شكرا جزيلا. حاضر. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.